السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا دائما في أحسن حال. فيديو اليوم سيكون حول مشكلة انخفاض الصوت، وخاصة في هواتف سامسونج وهواتف شاومي بعد التحديثات الأخيرة ينخفض الصوت، ولهذا سوف نحل هذه المشكلة عبر خطوات بسيطة. لكن قبل أن أبدأ الشرح أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد بحول الله تعالى. نذهب إلى الإعدادات ثم إلى هذا الخيار Accessibility، إمكانية الوصول هنا، ثم على هذا الخيار Amélioration de l'audition، نضغط هنا ثم أقوم بإلغاء هذا التفعيل هنا Deactivate tous les sons، نقوم بتفعيله وإلغاء التفعيل هكذا، ثم نلغي التفعيل. هكذا نكون قد انهينا مشكل انخفاض الصوت في هواتف كما قلت، وخاصة سامسونج وشاومي. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى أن يفيدكم. لا تنسوني بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد بحول الله تعالى. أراكم في فيديو قادم بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.